عليكم. واش الخوت هاني الحباب بخير اصحاب؟ الله يخلي لكم الميمه اخوتي. لا عنده شي ميمه مريضه الله يشافيها ليه، لا عنده شي ميمه ميته الله يرحمها ليه، ولا عنده شي ميمه مازال ليه في الحياه ان شاء الله فيها والله يخليها ليه. تحياتي لكم وتلموت عليكم من قلب دوار الحاج الرباط لطنجه حتى للقويره، وما نساوش الجاليه اللي عايشه خارج الديار الله يسهل عليكم اخوتي. وتحياتي لكم كاملين واحد واحد تلموت عليكم. باش بلا ما نطول عليكم اخوتي، اليوم عاوتاني معنا في قصه جديده عزيز ود القتاله اللي غيعاودنا واحد القصه اللي هي مثيره. شنو نقول لكم؟ بقاو معنا اخوتي. خويا عزيز مرحبا. قناه قناتك حفظاتك. بسم الله خوتي الحباب، هاد القصه اللي نعاود لكم 99 اخي واحد 99 كنا في دوزين بيبي وبيناتهم تفاجئوا مع ربعة ديال الليل تيجيبوا واحد حدانا العزلة تيخشيو تيقولوا لي ستيفن اي تي دا. ستيفن اي تي دا وداك ولد مونتيفو ولا لا اربعة ما لا هم عزلة اخرى حنا غير اللي حدانا قال حس اللي سمعنا حدانا باللي الصباح هذا نعرفوا بان كاين بلا من داخل هاد السيد هذا دخلوه. شنو نقول لك اخي واحد داكور فتحوا له بوحدو بالله عيطوا على المرحوم ديالنا رشيد سودور الله يرحمه. سودا اليوم الفوق كان سودور معلم، سودا اليوم الفوق قدوا له الكور ديالو بوحدو، المسعيد ديالو بوحدو، خرج ما كايناش من نهار الكانتينا، نهار الكانتينا 15 موظف 20 موظف تمشيو معاه حتى الكانتينا تردو تعاودو سدو عليه. مال هذا ما مال هذا ما عرفوش انا حتى الاواخر شدو الهضرة كدا بانه يقوم شي عملية اغتيال مغتيال شكون الله اعلم بيناتهم. هي هاديك الخي وحيد ولا مسكين تعيط عليا تيقول يا خويا انت تكبر ليا دري واش كدا ولي تعامل معايا قلت لي مالكش هاد العربية كدا منين نتايا كدا يا جزائري من منين نتا في الجزائر انا من وهران وكدا ما تقولهاش وكدا وهادي وانا وليت جاي لهنايا خويا واش نتوما عندكم هنا في المغرب تجيو ديريكت بلا محكمة بلا كوميسارية بلا والو؟ قلت لي لا محكمة ضروري كوميسارية ضروري عاد تمشي للحبس. قلت لي كيفاش انايا ديريكت؟ الله اعلم اخويا. قلت واش يمكن لك تتعامل معايا؟ قلت لي في حدود شنو؟ حيت كلشي العينين عليك وخا ديك الساعة الحبس ما فيهش الكاميرا ولكن بلا من بلاصة الكاميرا. هاك عارف اخويا واحد 99 كيف واش نتعامل معاك؟ شلاب من وعاش قيني غادي يصبحوا عليا اللي هو والو بصلة ومطيشة. شنو ندير اخي واحد؟ نشد هاديك بصلة ومطيشة هاك عارف الكيشية ما تدخلش مطيشة كاملة كنقطعها ليه دوا وراس بحال كان ديال عبار الكناشطة باش ندخلها ليه فردة بفردة باش يخلصني مسكين هو. وتقول واش تعاشق معاك ولا يخليك دير معاه زوين وشي لعبة ولا لا لا مشكلة انا عطيتيني شي بدي تدفع ليا في دوك البوكي ديال الحجر ربعة في ربعة في ربعة في ربعة جيت تكمل ليا الكرتونة ديال دومين ربعة د المطيشات جوج بصلات ويلي شو وقف لي الحال النهار الاول انا قال لي لا انا عارف هادي رخيصة وكدا ولي ونجم نتعامل معاك تسلقش معاك واش كنتسخر ليك كدا هو ستيفن اي شي حاجة النهاريات هو مشكلة كيجيبو داك السلاوي جابوا الكاشون قابل معاه ما عرفتش علاش قال له حليه بريكا ولا ما عرفت شنو. ستيفن ما عندوش مع بنادم بنادم مخلوي بحال قلتي هو فوا الا كان بنادم حمايه ما يفهمني فوا ما عندوش مع بنادم عنده مع الحيط تيضر مع الحيط مشي شوف التلفازه مشي شويه واحد الشبعيني صاحب بحال داكشي يجي بقي قراب بحال يجي قراب بحال يجي فقيه بحال يجي كذا في نفسه داكشي يجي يضربو مع راسه شوفوا ما تكونش تعرفوا تقول حمق هو على الاقل اللي عنده ما عندش بنادم اخويا واحد وحق الله العظيم داك الانسان ضيع راسو بيدو ما علينا مش قصتنا هادي هي هاديك بقيت كنت عامل انا وياه ديك النهار هي خونا واقيلا قال لي البريكه ما البريكه بالليل خونا ما تيكميش ما عندوش ما الدخان مش عارف لا كارو ولا بريكه لا والو قال له ما عنديش خويا الاخر بدا تيسبو ستيفن ما تصدرش ليه بقى صابر ما تعرف ليه عاير لا والو بقى ساكت الصباح مع الموظف دور باش يشوف ستيفن واش باقي حي ولا ميت عمر ستيفن دارها اول مره
دار موظف ديك اللعبه ديالها يد وحده اخي واحد اليد الاخرى شرك فيها اربعه المساجين تيفرقوا الخبز هو تيس موظف الاخر هلا على خونا اللي في الكاشو باش يعطيه الصوت باش نقاطعك اخي عزيز قاطعت فمك بالعسل هاد الديكودات الكلام اللي قلتي دابا هي ديال شي حد طبعا مشكله الا مشات تما تيعلم الموظف ما تيكون عالم على والو ما تيدافع على والو حتى يجي تيقول لي حل لي تيحل تيشعل معاه هو ولد مونتي فور كاين مو بولحيا بولحيا شنو سميتو بولحيا هو اللي بقى في حي جيب اخي واحد دابا راك سمعت بولحيا هو اللي بقى كلامك على فري كلامك على حق بولحيا هو اللي بقى في حي عندك لكن بولحيا وجوج عشتر انا فيهم القصاور وفيهم العزيز اللي بقى يهضر بالتيليكارت بزاف كيهضر شو مع من كيهضر الله اعلم ما صعبش انا هضر انا على هاد مشكله تا واحد انا يهضر باش يقول واحد ولا يهضر معاك باش شي ديال الدين هو مشكله ما تيساليش حيت هو اصلا وعلم من فقيه حيت هو بزاف راسو كبير بزاف واعي بزاف المهم اخويا واحد بقيت نتعامل انا وياه واحد الساعه تلاقي لاعب الكورة في الكروة الكورة شنو عبارة على تقاشر تقشيرة في تقشيرة في تقشيرة في تقشيرة بحال شي 10 ولا 12 يلا تيوليو كورة وخيطوهم بلي بلا والخيط وردوها كورة ولاعبين بها جي 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 الزيجة باش نضرب ردة اليوم طلعت هرست ليا بولا الفوق ديك الطويلة شحال دايرة اخي واحد ديك الوقت دايرة 25 درهم انا مخلي مليون ونص داخل بالباكية اللي داير بها الموتيف مدخلها معايا دكاكة مخلاها في القريف خداو 4000 من عندي انا امي باش تدخل الزيارة هي 4000 خلصات بها البولة باش دخلت زارتني هي 8000 ريال لا ارى الوالدة ما عندنا مشكلة مرزقنا ما هاد المشاكل هادي الدنيا يعني فلوس ما عندناش بها المشكل ما علينا دسوني داوني الحيبة دخلت الحيبة سي عوسي الله يكثر خير وبيا خي عزيز قلت لينا يشوف مشى قلت بسم الله ولا عاد نعاودو معاك أزل فينا تعيش وراك راس الخبز شوف اي حاجه بغيت تمشغل فيها كذا تخرج فيها كلشي كتعرف ما تبقاش لداخل ضروري تخرج لبرا صافي مشي جيت ليه 14 قال لي ويلي طلبت الصحراء طلب الماء قلت ليه واخا الصحراء غيجي الماء جا عندنا بحوس يعني والله الدنيا يعني صيفطنا 14 الله يرحمك المرحوم فضلنا دا عزيز 14 الله طلعت 14 شديت الكروسة مش مشغل بها عطينا هذا الخبز ديالو عطينا هذا الخبز ديالو سالي حط الكروسة ريح تما الوقت شوية هرف على لقيت في تليفون الو فابور كدا من هنا هذا روبي ما تيعرفش تيمشي له الكود يا ربي تسمح لينا كنا باقيين شياطن وبراش عقل طايش ويا من صاحبي باقي 14 رقم تندخلها لي ما تعرفش تدخلها تحفظات تندوزها من المظهر وتيمشي هو تيقول راه باقي عندي باش نهضر المره الجايه ترجع تلقى الزيرو درهم تشتغل معاهم في الكهرباء كدا وهادي دخلوا عليا كريم ولد البوليس اللي خلاني ليبر نهار كامل من تحلو على الشارجانا تحلو على عزيز تسدو على الشارجانا تسدو على عزيز هادو اوامر اللي جاو صافي ما بغيت نمشي وليت نمشي ديك الناريات هما متفقين هذاك فدال وهادو كل اللي هذاك اللي فدال ما داير لا فازيون لا جلبة لا معاهم لا والو صاحبهم وهادو كل اللي عندنا حنايا صانعين كيفاش دايرين الكوردون قادين شغلهم قام هضر مع عشانهم برا طوم مجسدو عندنا حنايا تيخرجهم هما من العزلة للكور تاتهم سويعة ديالهم تبقاو بوحدهم هما لقيتي اللي غيدورو فيها نشرو فيها الموظف ولا عو السلبة وطلعو للسطاح ولا فوق السطاح السلبة تلاح الزنقة مورين الزنقة تيبرونشو فيها مع الطونوبيل وغادي نسى طالعين معاها طالعين معاها وطلعو للسطاح فوق السطاح شوية بس تبعو السي الاخر اللي كان ولا رئيس مقام ديال البيبي تبعو من السطاح باش نتفرج من السطاح انا لا فانا عندك فنتفرج فيهم انا سادين علينا حنا صافي سفات الوقت ديالنا صافي الستة هادي هادي راه الستة باقي موظفة غيخرجو طلعو كاملين كاع دوك اللي غاديين كاملين ديال السلة كاملين طلعو طلع حسين لحو من الفوق طلع نجيب شي هو لا حسين تقولوا الله يرضى عليك يا ولدي وانا الشيطان وتخرج علينا وتخلي ولادنا يتامى وكذا
وتيقول له شي اليوم بالجزائرية تيقول له اليوم غنموتو حنا ما غنعيشوش غدا ما عندنا ولاد نشوفوهم ما عندنا الهضره اللي تيقول هذاك تيقول له رد عليه الاخر بالكونتر ديالو ولكن شكون اللي دار لهم هذا الشيء هذا راه كانوا مشاو اخي واحد كانوا زعما انا بس هذيك راه يعني ما تيعاودوا لي حيت انا ما كنتش ما كنتش داخل ولكن ما عرفتش شنو شويه قالوا لي كانوا عايز شويه الكوره طرطات الطوموبيل اللي في السيفي قلت لهم عيط من قيزر الاخر واخا ياكلوهم على الحيط ويتحردوا ويطيحوا وتجروا الطوموبيل شويه ويركبوا ويزيدوا وهادي عاودوا ويضرب عليهم المدبوح واش واش ادريس واش حسين وفلان وفلان واصحاب العزله وطلعوا للسطح وراه يديروا الفازي وتلاقيت مع الجماعه تلاقيت مع انا فاكا داير ولا كورتي ديال الكيران تلاقيت مع زاد داير زد خصك تليفون السلام ربي شنو دير انا قلت لها اجم سعد الضحك دبوع جو حمام خلاص جزائر جوج النص على المغرب ما خلاش الجزائر الرياض ولا ما انا عارف واحد هو واحد تعيط 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 هو سمع اربعه والربع مية اللي كتخدم في السلا كامله بعات كامله ايوا شنو هذا ستيفن اي تي دير اخويا بطينهم بنص شنو ولا ما كاينش ديك لا عندك يتهرس لا عندك تقيس لا شد العار عندك زعما طاج صح لا دروج لا تلعب قبل ما هبط في الهواء طلق بخ هز مصحى سير سير السيفي خير متي الله يرحمك غدا تقرير شغلك هذاك انت اللي بديتي شنو هادو انت اللي بديتي انا قالوا لي المغاربه انت اللي بديتي هادشي شكون هما راه هادو خصو راه ما يسمعوا السميات وتر المندوبي وراه العالمي راه شي شنو وبوطاسه حضروا ديك الساعه شكون اللي شرا مشكل بغا يديرو غشية لا دوك غادي يشدو الموتيف ديالو مرة مازال لا تنسانية لا محكمة لا والو شحال ضربت انا مع ستيفن ستيفن ضربت معاه انا ديطاي هو ضرب هادي في اللي في عزلة 17 عام 17 مقفولة ومن اين عام فوقاش فوق هو فاش دخل علينا 98 انا ما ضربتش فوقاش ما دخلتش ما تلاقيتش معاه حتى 2006 من 98 وبقيت تنضرب انايا في البيبي وتنضرب فادي وما حتى 2006 2007 2008 كيدخل بنادم باقي هو في حيدر وباقي ذاك الحياه اللي ودمو تشوفو في حي جين عرفتي نهار دخل كيدخل هذوك الناس اللي تيتصوروا في ميجا ماس بحالهم في الاخر كيولا غلط بزاف ولا بحال المرحوم ديالنا اللي كان شي طيب باش يقولوا ليه برقاش ولا بحال ديك الفورمه في الاخر غير هو اللي مشى شد لها ولا يميل 10 الموظف ولا تجي و20 ولا تجي صحيح بزاف صح والله سبحانه وتعالى مهم خويا وحيد شتوهم هذوك الناس كل 2006 وباقي وباقي في باقينا باقيين في ستيفن اي جي دار في حي دار في العزله والاخر ولد مونتيفو الحيا في العزله ديال حي جيم في كاين في الكابو ديال البيبي ولكن راه واحد الوقت راه مبقاو شي لا غير غير هما كانوا سادين عموما ما تشوفوا اصلا ما تيشوفوهمش بنادم هو ما بقاش اصلا هما ما تيجي هذيك العزله ما تيشوفوهمش بنادم كنتعامل معاه كدا هذه ما بقاش لا صافي تزيد والدار ما بقاش هو راه سميتك الفازي وغتهرب لينا وانت جاي واش كنتوما شباك يعني راه صافي ما نبقاوش نبينوكم ولكن داو لي واحد الزمج لا ما كذبش عليك اخي واحد الله غد ليله طلعت عصابه على قدا واخا هو ما كانش معاهم جاو ليه هو حيت هو زايد على الاخرين ستايفن زايد على الاخرين انا ولا هي ولا هذا ما كانش معاهم اخرين داروا في كاش وهذاك وهذاك اللي جاو عندو تيقولوا لي جاو مشكل تبارك الله قد والله تيطلعوا لي تيدخلوا لي كل شاب وحساب جابوا له اخي واحد موظف وعزله مسدوده سواج وجالس موظف في كرسي اون فاس ديك عزله هي ويل شي واحد يدوز من حداه وحنا جوج شنابر ساكنين حداه دوزين بيبي 19 ولا 20 ساكنين حداه هي واللي دايرين هكا الشو اللي حدا الاخر والو مسكين تقطع عليه الموطو ستيفن ايش دير مات سمعت دابا يا مخا حاج انا يا واحد انا متبع الاحداث ديالهم وكنت ندخل مع الموظف نمشي نحلوا عليهم العزله الا قلت لك كانوا عاطينا ما عرفتش شنو هاد العزله تبارك الله اللي عاطينهم كي دايره خوتي العزله اللي عاطينهم كي دايره بعدا كان ديك العزله تيكونوا فيها جوج وما عطينا انا وما هو كل واحد عطينا على الواحد عرفتي السطح السطح بحال ديال النشير منو جوج بيجون شي السطح بحال ديال النشير عنده والله الا السطح بحال ديال السطح
عندهم وهنايا وهنايا تدخل العزله وهنايا تدخل عاوتاني عزله. يعني هنايا هذه ها هي دار هنايا فين تتسكن وها هي دار هنا فين تتسكن وها هي عاطينك السطح دايرينو ليك بغيت تمشى وتنجي نحلو عليك تمشى تمايا ما تشوفش بنادم بحال الحق العام بحالنا ولا كذا هذه ما عمرك تنوي تشوفه من غير الا ما كانش يكون ضالي وغادي مع الموظف وها الصوبه ولا شي حاجه تيدخلها لهم باش يعطيهم ولا شي حاجه جايبها لهم هاد هاد باش يشوفوا اما ما تشوفهمش والو. هاد القصه هذه على طيب اي شيء جدار والخاليه ديالو حيت هما كانوا خاليه وز معاهم وش انا عم دوز معاهم عندي معاهم قصص ومازال نعاود لكم شي قصص عليهم. شنو غنقول لك الخمسه ديالك ها في الخمسه ديالك قبل من الخمسه قبل من الخمسه الخمسه لقيت شي بوحيه باقي لقيتو باقي لقيتو باقي معاك كنت تيسالو تيطلع موت انا جابوت شي هضره حداك حدا والله هذوك صافي كان تيام تاع قليل ماشي غير حيت تاي تجي يدخل بنادم كذا هذا عاد يشوف الموديل شي لعبه ولا هذوك ممنوع من الجن اخرى يشوف هي هذيك اخويا واحد الناس مابقيناش نشوفوهم صافي ولينا تنبانو غير حنايا كذا 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 واحد المده ديال شهر ونص ولا شهرين ولا ما يبقاوش يحلوا عليهم لا راه كاينين ولكن ما يبقاوش يحلوا عليهم حيت ما قابل عليهم حتى حبسه خاي عزيز ما كنقابل عليهم انا نقولها لك حيت عشت معاهم انا كنت ندخل كل عام كل شهر حنا ما كناش نخرجوا من تمايا في اي مونتيف تندخل انا كنت تنضرب في حي جيم مره عارف بزاف تنضرب في حي جيم بزاف اي ما تمشي تنضرب في حي جيم قليل حي دال وحيبه فيما تندخل اي مونتيف تلقاه مي ما تكونش راك عارف نتلوق تنكون تندور كدا تندبر على راسي كدا هادي تنخرمز كدا هادي تنطلع مع الموظفه ماشي بغي يحل عليهم تنشوفهم من نهار انايا طلعت للشريفيان من نهار طلعت للشريفيان حتى النهار حتى الاخر مونتيف حتى حتى سدات السلاغه تبدا العرجاج قبل بواحد شويه خليت باقي اللحيه طيب اي شيء الدرب على ما قال لي بنادم وعلى ما سمعت بانه مات والاخر باقي حي وتبارك الله هذه الحياه دابا مازال غنعاود لكم واحد القصص عليه هو وصايب اي شي مشكله اللي غيوقع عليهم مع اللي غيوقع عليهم غيوقعوا لي مشاكل مع غيجيبوا وحدهم في العزله اصحاب الشذوذ الجنسي هذوك اللي تيشدوهم وغيجيبوهم وغيحطوهم وحدهم في العزله ما هو انا صاب لا لا داعي لك دابا نجبد بلا باش ما نحرقوش هذه جابوا حطوا حداهم هما هنايا وبنادم راك عارف هذا تيقول قال الله قال الرسول سميتو كذا وهو في هذه العزله وحاطين العزله اللي حدا حاطين فيها اصحاب الشذوذ الجنسي صاحبي غادي يكون غادي يطلع المهم ما تطلبش بلا ما نحرقوا هذه القصه هذه شاهي هذه مازال قصص كاين عندي معاهم قصص وبحكم عشت مبقى حتى الاخر تنشوف شي ديكوراج وتنحاضر شي ديكوراج عايشهم أو دبرنا على صابونة أخرى من بلجيم هي فين عارف أنا هادوك أنا ما كنتش عارفهم كنت عارف ستايفر معايا في حيدر قالو كنت عارف هادوك ويلي مال هادوك يدخلوا لهم ماكلة تال عندهم شكون هادوك دا بديت تنبش بديت تنعرف هادوك ولا مع هذا كدا تونا 25 شديت 25 طرت شوية يومين طلع با أحمد الملاح شحية شي رجل طيب دار في البيج بحال هكا نزيه شا هو اللي ما تيبغيش الدرويش يتحكى كان هو عزيز هو اللي ما تيبغيش الدرويش يتحكى سير اخويا كان يجي معايا قلت لي ما قبا احمد قال لي كيلا ودا الله كدا هادي هما ياكلوا خي واحد وخايفين منه تيقولوا نحلوا عيش فرقعوا وانا حتى شي دور مع الحساب دخلي معاهم الجون عليها باش لا مشى لا جدو ما عرفتش كيفاش نصيفطوا واحد شوفوا شنو غادي يطرا ديما واحد قدامهم ولا جوج اللي تكونوا هازين ديما قدامه ديما ودائما الموظف الاحتياط ديالو دايرو حيت هذاك ما تيقش اي لحظه في اي دقيقه في اي ثانيه يقدر يخلى يعاون الله يخلى يعول خير حيت حياته كامله تمايا هوايا من 98 ولا ما عرفتش فوقاش مشى اللي فوقاش شدو وشوف بقاو يعني راه تا يقدو اي حاجه هادوك انا تا هادوك تعرفش بهم من اخطر المجرمين انايا جا واحد طلع عليهم انا نصنفهم اخي عزيز هذا نصنف انا هادو من اخطر المجرمين تاعهم صح طيب اي جي دار والقضيه ديالو مشكله مع العاود دابا ديرك حيت هاد الشيء حضرت حضرت وشفت انا عاود تنتصنط معاك اخي عزيز هي هذيك اخويا واحد وباش هضره بدات هضره وحنا باقيين فيه
قال لي ودي سيقول له داك الحيط مابقاش يطلع عليهم تما كاينات. مشيت لاخر قلت لي اخويا بالك موظف مابقاش يطلع على الناس العوز بس اللي جيت البيت ديالك مع الاخر جنب الزياره. سير الباب ديالك وحط بوفتك تما وقف تما بعد على داك البيت راه منير. خويا جاوبني من فعال كدا هادي انا خويا واحد مع الصدمه هو جاوبني مع ما انا ديجا تسبقني زربت عليه بان الدم قلت لي اخي ودي قلت لي سير كدا كدا قال لي كدا كدا اش قال لي انا قلت لك قولي دخل ما قلتلكش ضربوا بيا الدم انا ماشي شغلي منك ليه ودخلني عليها كما بدنا لقينا با احمد الله يذكره بخير اش نقولوا له يذكره بخير عاودنا له قصه وتعقبينا غادي نخلصوا قلت لي با احمد انا سير ودي قال لي زيد قول لي دخل عارفني مش نكذبش نجيني هشام قال لي قول عزيز قلت لها اش فيها واش فيها واش فيها واش فيها ومن جات فيه جا عنده قال لي مثلا عرفك انت لا هو عطا نضرا يسمع قال لها هبطت عندك قال لي سيت لابلاص قال لي دوز هذا مصحه صوب لي ورجع حتى هو البلاص ولا ما كاين والو عا قال لي الموظف سير دخل وطلعت البلاص صافي واحد من داك النهار ضحك انا وياه انا هاد الزياره عند الوالده جات لعندي الزياره يسمع لنا من الوالدين ديك الوالده مسكينه خرجت عليها بلوك الزيارات واحد الركابي يسمح لينا اخي واحد وانا تنتلاقى مع عزيز المش ويقول يا اخي عزيز قال لي راه انت مشيتي والبيت تقلم وكدا ورا بلاصتك راه خدا بنان بفلوس وكدا وادي 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 كلشي غير قانوني نقول لهم ما داروا هكا قال لي انا ما عندي فلوس شنو عندي شنو دير ما تدخل دابا الزيارة جيب معاك ممكن تحسن انا كنت هناك الصف انايا كان ديك الساعة الوقت ديال زور لقيتها عايلتك ما لقيتهاش خرج نشوفو تقاوش عليك تسنى تيجي الفوج الاخر وشوف واش تلقاهم ولا ما تلقاهمش من تلقاهم بقى معاهم هي هاديك ما طاليا فروا ونتزوق بطون عند راس ما قال لي با احمد قال لي شنو قلت له قضية منقزاك ومبغيتكش انت قاعد تدخل في هادشي الله يرحمك الوالدين دينا المنير ولا انا سيداويني ولي بري هذيك البره اللي تيلبدوا بها عباد الله يلبدوني بها وعاد غنطلع غنبقى ساكت قال لي علاش قلت له بلاصتي تباعت با احمد قال لي كنت نبان لك انا بيضق انا احسن من هذاك الموديل اللي تمشي عنده دابا ناخذ لك حقك الا كان هادشي بصح قلت له عيط على اللي تخلص قال لي شدي في الوجه موظف اللي تخلص شادش حيدتو من القنج ولحتو لحي الجيم بلا موجب شرع وبعتو له بلاصتو ولاد حومتو كانوا كينعسو عندو تلاحو للفيسي وبغيت تعاود النظام من ازيرو في داك البيت اش وقع في داك البيت هو البيت كان سميتو تقدم بغا يولي سميتو جي سانك فهمتش كان مجموعة فيه الدراري ديال جي سانك ديال التقدم بغيت تشقلب تحيات الناس ديال جي سانك وكاملين وشحال ديال العكاري النوايل كاملين ما تشطرتش على راسي قال لي با احمد شوف كانت هضرتك صحيحه ما تنعس فيها جلس سكت تقيس راسك ما حتى حاجه سير سواني واجي وسمع وسكت قال له اسمح لي قال له شنو قال له تجيني من الاخر تعزلوا بيناتهم بقى طق 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 موظف ما موظف راس ما قال ما شاف كارتي طن 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 قهدرتي صحيحه قال لي عزيز اجي عيط راجل بلاطوات قال لي تمشيو معايا الحي جي مزو حوايجو كامل ردوهم لي لبلاصتو حيد انا رجعت تلقى رشيد اليماني وعزيز حدا الطواليط اخي قالوا لهم حقا انتم يلاه جيتو هذاك اللي كان دار معاكم زوين تصوبن تصوبن اللي متعرفاش بنادم هي تزرف هي تبدل لك البلاصه بدلتي ديك البلاصه اللي كنتي ساكن فيها من البطيمه للبطيمه هي هذيك اللي ما تعرفهاش واللي مدوز راه تعرف شنو هي تصوبن هي هذيك اخويا وحيد قالوا لهم شو ما عاد جيتو تعاود تشدو معانا القانون هو النوبه تبداو من ازيرو حدا القريه القريه اللي هي حدا الطواليط ويبقاو جايين وداك العالم كامل هو تيتفاجئ تتحل القريه هو تيدخل خونا في الله اللي كانوا ناسين وهما قالوا صافي راه مشى رجع بخير وعلى خير حلة جديدة عاوتاني نبداو من جديد تحط القنت بلاصتو تحط بلاصتو ضربت البياصلة والله حتى طالون وديهم العكاري حتى ولات فيه الما مبقاتش كروا قلت رشيد وعازف قلت لهم طيحوا لولاكم انا نعسو انا نطيح ليه انا انا الجهد ديال جهد الله سالا لي الجهد من المخزن انا حليل
عفتش على يطرو ديال الحليب اخي واحد بحال دكيتي شي دكا فهمت الضرار هو توك وك وش هاد الشيء والظلم وكدا طاطاط وضرب والدم ضاع وكدا صافي سخفت والانفاس اخيرا شتا نقول لهم مستوى معايا لا والو عشا الشهاده وعارف اخويا ونهضروا في هذا اصبحنا حيين ونهضروا صافي جيت لحيش شي وهادشي كامل اخوتي تسمعوا دابا شو تيعاود لكم هاد القصه الشبان لكم واه عاود يقول لكم كذا وادي وشوف شحال ديال شوفوا شحال من ديال الهضره اللي تيقول لك انايا ديال العذاب اللي مدوز انا تضربت وتعذبت وهبطت ودبش وراه هاي راه ما بقيتش هاي ما بقاش راه هو عايق ولا حنايا واعب ولا هو واعب لا هو تيعاود راه دابا واخا هي دوز فيها والباسل وكاين وتيقول لي بنادم زعما راه انت واعر وهادي ولكن راه بينه وبين راسو راه تيتعذب غير دام هو وعقلو تيقولها ما يقدش لا ما قدش يبينها لبنادم اللي يقولها للناس غير بينه وبين راسو تيبقى يقول راه تنتعذب بزاف عليا هادشي هذا هادشي هذا راه جاي به العامات يقول لك سول المجرب لا تسول الطبيب سير اخويا هذا ولو يكون شي صورت 5 مليون اخي واحد في النهار غادي ندم واحد النهار واخا ما كاينش اللي غيصور هذا خرجوا شي قوم ما تخليوش بلا يصور حتى 600 تيدخلوه صافي دير بشيشي اللهم ما مستافد من واحد قبل منه ودير قدوه ولا تجربه ولا كيما بغى يحسبها هو يحاول ما يديرش داكشي ويدير كيما داروا والدينا وكيما داروا الناس مزيانين وكيما دار داك اللي يجي يشدني كاع واللي غلط ما يعاودش ما يمكنش اللي ما تيغلطش واحد الحاجه ما كاينش اللي ما تيغلطش كاملين تنغلطوا خير والخطاؤون هما التوابون الا غلطت واحد المره وهذيك المره غدير ليا العقل المره اخرى باش ما نعاودش نطيح في هذاك الغلط ولا عاودت تحتي فيه المره الثانيه عرف بانك ما عندكش التفكير ونقول لكم هادشي كامل يدوزو سببه هو شي ظروف عشتها في حياتي ماشي مزيان انا ما كبرتش حدا با امي وما نمسحوش هادشي كامل ما كبرتش حدا با امي كاين اللي ما كبرش حدا با امو وخرج مزيان كله كيفاش كتب لي ربي يعيش وانا ما خايبش حتى لهاد الدرجه اللي بان تيسمع وتيبقى يقول بنادم كدا وتيحكم على انا راه تيسمع غير من الحكم السميه ولا قاب وتيبقى يدي بنادم من دره وحده اخرى ولكن راه خصك بنادم ما عمرك ما تحكم على المدره خوتي المدر راه خداع جلس مع بنادم شوفو عاد عاشرو ديك الساعة عاد يعطيك غير نتا ديك الساعة اللي حكمتي من حقك ولكن باش تحكم على شي حاجة كانت تيديرها لداخل كانت تيديرها هنا راه والظروف إلا ما دارش ديك الحاجة أنا ما داش ولا ما دارش وصل حبس داك الشيء وسرق من هذا ودا من هذا ودا من هكا راه ما غاديش يعيش هو ما عنده واحد النفسية ما غاتيرضاش يعني خصو حتى هو يكون في القمه حتى هو تيبغي يكون وهذا الشيء كان غير تنقولوا دابا يا خوتي هذا الشيء اللي خلى عزيز واحد الظروف اللي كان تيدير مشاكل بزاف وكان تيدير مع عباد الله والروينه وكذا علاش باش المراه انا اللي انا ودحومته راه واحد الا ما دارش هكاك ما كانش غادي يعيش وما كانش غادي يكون وهو اللي واحد السيد اللي حتى هو مقاسي ومعاني وعايش لي ظروف اللي من صغرو حتى هو خارج للزنقه لا نقولوا كما تنقولوا حنايا اللي تيقولوا ولاد الزنقه حنايا دابا اللي تيقول شحال واحد يقدر يحكم علينا بولاد الزنقه لا راه هي الظروف اللي خلاتنا بحال هكا وعقل الطيش والهلواسه والحماق وداك الشيء ديال التبريج هو اللي خلانا توصلنا لهذا الشيء هذا اللي ما بغيناكمش تطيحوا فيها خوتي هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل واش غنقول لكم باش بلا ما نطوع على خويا عزيز حتى هويا نتمنى هذه القصه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم واش غنقول لكم تحياتي لكم والسلام عليكم الخير كله كيبغى ربي يكون هي اللي فيها